ورق العنب على قد بساطته طالع. انت دقته طبعا؟ فظيع. الورق العنب فظيع يعني. قلدونه شكل ورق عنب غير بتاعنا خالص. خلطه بسيطه وعاملين الحاجه صحيه، مقللين الزيوت. على فكره احنا حاطين زيت الزيتون بس زينه على الوش كله، ما استخدمناش فيه زيوت خالص الا البطاطا الحاره لانها لازم تتحمر او في الاير فراير. بس مفيش هنا اير فراير فاضطرينا ان احنا نحمرها. النهارده عاملين كمان حلو لذيذ قوي. نادين هتشرح عاملينه ازاي. عاملين قطايف، قطايف جبنه، قطايف بجبنه، بجبنه في الفرن كده. دي بقى عارف فظيعه. بنروح في لبنان بنطلع في الجبل نجيب الفطيره كده نقعد ناكلها، بتبقى اصغر من كده. احنا بنجيب جبنه بنحليها، نجيب مالحه بنحليها وبنصير بنحطها بنمدها. لا انا اكتر حاجه بحبها في لبنان بقى اللي هو بناكلها الساعه 5 الفجر. ايه بقى؟ كنافه. الكنافه اللي بالجبنه وبتتحط في ساندوتش عيش. ايوه ايوه، ما هي دي الفطيره. ايوه دي القشطه كمان شكلها اللي بالفستق دي سهله جدا، ما بتتحمرش. قشطه هي جايبه لنا بصراحه قشطه من لبنان بتتعمل بطريقه معينه انا مش عارفاها، بس ممكن نستخدم منها اي قشطه. ممكن على فكره نعمل جبنه قريش احنا بقى لو عايزينها صحيه قوي. مش عايزه بس ازهقكم النهارده. وحشيناها من غير حاجه خالص وحرشناها بالفستق او باي مكسرات، وهنرش عليها سيرب او الشيره عشان ابقى برضه يعني متضايقه حاجه او قطر. قطر. طيب النهارده انا هحط لكم الصراحه الاطباق، هحط لكم الابيتايزرز مش هغرف لكم، كل واحد هينقنق اللي على مزاجه. عامله لكم عيش شامي محمص وعامله عيش شامي ابيض هو العادي وعيش طري اللبناني الاصلي. ان ايه تبتدوا بايه؟ تيجي نبتدي بده ده الابيتايزر قبل ما ينزلوا المشاوي. احلى حاجه حتى صح. بصوا السجق شكله عامل ازاي. اشرحي بقى عملناه ازاي سهل. ان جاي من لبنان. اشرحي بقى اتعمل ازاي انه سهل جدا. انا اتخضيت. ما انا هو بيكون جاهز اصلا، ما انا بيكون بس فيه بهارات. محل من هناك جاهز ولا ايه؟ بيكون لا في خلطه، في خلطه المقانع. اوكي فعند اللحم اسمه اللحم جزار. جزار. اوكي بيكون عاملها وبنجيب مش شويه زيت زيتون وهيك بنقليه، دبس رمان وحامض يعني ليمون وصنوبر وبس. بس كده سهل جدا ما فيهوش اي حاجه. والسجق التاني ده برضو سجق بيبقى انا اول مره اشوف السجق ده حلو حلاوه. حتى ما اكلتوش في بيروت ده سجق بالطماطم. خلاص انت بس تيجي بيروت انت بدك سجق خصوصي. ماشي. فهيدا السجق بيكون كمان عند الجزار وكمان له بهارات خصوصي، بهارات السجق. شوية زيت زيتون مع شوية بس نقطة صغيرة يعني ما في شيء مقلي، مع السجق مع البندورة طماطم وشوية بنخليه يغلي، شوية صوص توميتو بيست وبس خليه يغلي. بس نبتدي بقى. انا عايزاكي بقى تشرحي الورق العنب عشان مغلي منيح. انا عايزه احط لكم دول. اشرحي الورق العنب. احنا 3 في 3 كده يعني. هديكم 3 في 5 دقيقه بدوقوا بعد كده. السجق اللي قالت الاول. انا بقول مش انا فاكراها بتتكلم على ده عشان كده بقولها. هيدا لا هيدا لحمه راس العصفور. لا راس العصفور. ايه اشرحي الورق العنب يلا بس يا نادين. ورق عنب بنعمله رز وبقدونس ونعنع وبصل ورق رمان وصلصه وبس وحامض وخلص. وبنلفهم وبنحطهم بالطنجره حلو السجق ده. حط بس العيش جنبه حر شويه بفكرني ب حلو قوي قوي. طب احنا عايزين بس عايزه بس اقول حته ان برضو تخصصي مش قادره يا نادين على فوائد الميديترينيان دايت او حميه البحر الابيض المتوسط، ودي في لبنان وفي اليونان يعني في الحته دي، واحنا بناخد منها شويه. ودي من اكتر الحميات الغذائيه الصحيه من 40 دايت موجودين عندنا. ودي بتتميز بان احنا بناكل اسماك مرتين لثلاثه في الاسبوع، وبتتميز بالدهون الصحيه اللي هي زيت الزيتون والخضره الكتير، وده في المطبخ اللبناني مشهور جدا. عشان كده احنا بناكل ابيتايزر. ايه رايك يا رنا؟ رنا مركزه فظيع. ما باكلش اصلي لحمه فظيع. انا برضو انا عجبني جدا جدا جدا. البهار تبعه كتير طيب. طيب انا عايزاكم برضو احط لكم الورق العنب لان ادوار ضاقه ورنا ما دقتوش عشان بعد كده هنقدم الاكل. انا ما دقتش حاجه على فكره. دوق الورق. دوق الورق العنب على فكره. الورق العنب يا جماعه عملناه من غير رهيب. فظيع فظيع وسهل جدا. انا مش مصدقه ان احنا بناكله بره بالسهوله دي على فكره. ده كمان احلى من ده. احنا عملنا ورق العنب دايت زي ما انا كنت بعمل لكم المحاشي عادي جدا. عملنا الخلطه من غير نقطه زيت، بس بعد ما قدمناه حطيناه احنا بس سويناه بمرقه فيها دبس رمان وليمون ومعلقه صلصه مع المرقه. بعد ما غرفناه رشينا عليه رشه زيت زيتون، ما حطيناش عليه دهون خالص، ما حطيناش في الخلطه اللي هي قالت عليها دهون خالص. اللي مخليه مختلف شويه في الخلطه مختلف عندنا دبس الرمان والنعناع، وحطينا شويه قرفه، حطينا رشة قرفة كده مدياله طعم خطير. شوية بهار. ايه رأيك؟ السجق فظيع ده. فظيع. ده مقانع. ده حلو قوي. ده مقانع. عشان انا عمال اقول عليه سجق برضه من السبت. ده مقانع. ده مقانع. هي ده سجق. ورق عنب رهيب. فظيع.